رسالة برج الحمل لشهر جانوري. برج الحمل، أنت شخص سنسيتيف، أنت شخص حساس جدا للطاقة. أول شيء أنت محتاج تنام أكثر، مثل ما تلاحظون هذه الفتاة اللي نايمة على الشجرة، فما احنا هادك محتاج تنام اكثر. ممكن تكون من الاشخاص اللي نومك متقطع، فشويه هلا هلا بروحك، حاول انك تنام زين. او انت شخص من الحساسين للطاقه، ما معناه ابتعد عن الاشخاص السلبيين، خليك محتك بالاشخاص الايجابيين. او حتى الاشغالات اللي قاعد تتابعها على السوشيال ميديا، ممكن قاعد تتابع افلام دراما ومسلسلات كلها تعتبر طاقه سلبيه، فخليك بوزيتيف، خليك ايجابي، ولاحظ الشجره، معناها انه الطبيعه تغذي طاقتك. هذا الشهر حاول انك تجيب نباتات للبيت او زهور، لانه تتناغم مع طاقتك وتخليك بطاقة متناغمة وطاقة حلوة خلال هذا الشهر. ورسالة التاروت لبرج الثور لشهر واحد، انت من الاشخاص الحساسين. يعني شنو؟ يعني حساسين للطاقة، تفرح تتأثر بفرح الاخرين، تتأثر بحزن الاخرين، تهتم كلش بالاخرين، فبليز يعني شوية هد اللعب، اهتم بنفسك أيضا، الدرع، تخيل نفسك داخل فقاعة، يعني أوكي اهتم بالآخرين لكن لا تنهم، اهتم ولا تنهم. ما معناه افرح الفرحهم اتس اوكي، لكن لا تحزن الحزنهم، ماكو داعي يعني. فحاول تدرع نفسك، ممكن بمساعدة الملاك رئيسي ميكائيل، او فقط تتخيل نفسك داخل فقاعة باللون الازرق لحفاظ على طاقتك، ثم باللون الاخضر للتشافي، ثم باللون الوردي للمحبة والعلاقات، واخيرا اللون البنفسجي. حقيقة الوضع وياك يحتاج لك كل هالطبقات لانك جدا حساس للطاقة. رسالة التاروت لشهر واحد لبرج الجوزاء. برج الجوزاء طلعت لك الفيريز. الفيريز هي يعتبرون ملائكة الطبيعة، هم قريبون للأرض وقريبون جدا للإنسان. المهم هذه الرسالة معناها أنت أيضا طاقتك تتقوى جدا وتتناغم مع الطبيعة، وممكن أنك في هذا الشهر مركز أكثر على الجانب المال، كيف تجذب مال أكثر، زبائن أكثر، أو ما شابه ذلك. فاحتكاكك بالطبيعة راح يساعدك على أفكار خلاقة تدفق إليك. ممكن المكان اللي أنت بيه، في عندك مثلا في بيتك حديقة كبيرة أو نباتات أو ما شابه ذلك، حاول تتأمل فيه، حاول تمشي في هذه الحديقة. إذا ما عندك حديقة جيب لك نباتات، اطلب من الفيريز أو ملائكة الطبيعة يساعدوك في الموضوع اللي ببالك، مهما كان، سواء مال سواء علاقات، مهما كان هم حيساعدوك. الأهم أنك تسوي هذا التأمل وإنت مع الطبيعة أو قرب أي نبتة. رسالة التاروت لشهر واحد برج السرطان. أنت من الأنديغو، ما معناه أنت شخص ذكي، قيادي، شخصية قوية، أو حساس جدا، بعض الأحيان حاد المزاج أو شوية عصبي، يعني عندك غضب. المهم فهذه من طبيعة الأشخاص اللي يطلق عليهم الأنديغو. السالفة وين؟ السالفة الملاك الرئيسي ميتاترون هو الملاك الحارس إليك. تشوفون هذا الحصان، هذا الحصان يمثل مثل ملاك الحارس إليك، أو اللون إله هو خاص باللون الملاك الرئيسي ميتاترون. ميتاترون هو قوتك، هو اللي راح يساعدك سواء إليك أو مثلا لأي طفل، لأنه طالع في الصورة الطفل. فإذا كان في بالك طفل معين، ممكن تطلب مساعدة ملاك رئيسي ميتاترون يساعد هذا الشخص، أو هذا الطفل ممكن يرمز لطفلك الداخلي أو إلك. المهم خلال شهر واحد خليك مع الملاك رئيسي ميتاترون، هو حيسهل المعاملة، هو حيسهل أمورك، هو راح يكون قوتك ووياك حيساعدك. برج الأسد. رسالة التاروت لشهر واحد برج الأسد. تشوف هذا الطير وهذه الأصافير، هذا الطير معناه أنت محتاج تحرر منك فد شيء. ممكن عندك مخاوف، ممكن عندك شك، ممكن عندك توتر، ممكن عندك قلق، فالملائكة في هذه البطاقة تبلغك حرر 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 كل ما يعيقك، حرر كل شيء. وممكن حاب أنك تعرف شنو هي رسالتك الروحية، فالملاك الرئيسي ميكائيل هو المسؤول عن معرفة الرسالة الروحية. ممكن تجلس في جلسة تأمل وتقول الملاك الرئيسي ميكائيل، رجاء حرر من عندي كل المخاوف، حرر من عندي كل القلق، التوتر، الشك، أو ما شابه ذلك. يعني أنت أدرى بالشي اللي دا أحكي، رجاء ساعدني في معرفة رسالتي الروحية. ممكن تجيك أفكار، ممكن تجيك مشاعر، ممكن يكون عندك حلم واضح، انتبه لرسائل الكون لأنه راح توصل لك الإجابة. الأهم خليك مع الملاك الرئيسي ميكائيل.
مثال التاروت لشهر واحد لبرج الأزرق، أنت شخص حبوب، أنت تحب الرومانسية، لكن وحدسك عالي، روحانيتك عالية، لكن حساس للطاقة، وحساسيتك للطاقة أيضا هي اللي تخليك تتأثر بالعلاقات السلبية. يعني عندك أكو علاقات قاعدة تجيب لك طاقة سلبية، قاعدة تجيب لك دراما، وقاعدة تأثر على شاكرا الجنس عندك، شاكرا الجنس المسؤولة عن العلاقات، ولونها برتقالي، فأنت محتاج تسوي لك تأمل، تنفس اللون البرتقالي أو تاكل برتقال. شوف المشروع اللي أنا ناشرته في التيك توك عن اللون البرتقالي أو شاكرا الجنس. أيضا بسبب حساسيتك أنت قاعد تتأثر، يعني جسدك قاعد يتأثر بالأطعمة الضارة، ممكن معلبات، ممكن تيك أواي، المهم أكل مش صحي، فانتبه للي قاعد تاكله، أو مثلا التدخين المستمر أو إدمان على فد شيء، فانتبه لجسدك في شهر واحد، حافظ على صحتك، حافظ على الحركة، وحافظ على شاكرا الجنس. رسالة التاروت لبرج الميزان لشهر واحد. أول شيء أنت عندك غضب من الماضي، فمحتاج تتسامح تتسامح تتسامح، محتاج أنك تركز على الغفران. ممكن نشوف ركود في حياتك أو عدم تطور في حياتك، وهذا شيء راجع لعدم قدرتك على التسامح. ممكن أنه أكو أشخاص أو مواقف أو ما شابه ذلك مش قادر تسامحهم. اطلب من الملاك الرئيسي رافائيل خلال هذا الشهر، خليك مع الملاك الرئيسي رافائيل. ممكن تلبس حجر باللون الأخضر، راح يساعدك هذا الشيء. قبل ما تنام ممكن تقول الملاك الرئيسي رافائيل، بليز رجاء رجاء تعال اظهر في أحلامي وساعدني على التشافي، ساعدني على أنه أسامح فلان أو فلان أو فلان حتى أكون بكامل طاقتي. لأنه الأشخاص اللي تم سامحهم هم عايشين حياتهم ترى، لكن أنت المتضرر، فعدم التسامح قاعد يأثر في مجرى حياتك. فاطلب من الملاك الرئيسي رافائيل يساعدك في مسامحتهم خلال شهر واحد. ركز على التسامح. رسالة التاروت لشهر واحد لبرج العقرب. خطير يا عقرب، انت محتاج التواصل مع الطاقة الروحية الأنثوية جادس. هذه الطاقة وهذه البطاقة معناها انك في الفترة الأخيرة كنت تعمل أعمال خالية من الإبداع، فأنت محتاج إلى الإبداع في حياتك، محتاج إلى التواصل مع الطاقة الأنثوية المقدسة اللي هي تقوى عندك الحدس، تقوى عندك الاستبصار. أنت أصلا عندك هذه الغريزة، عندك غريزة الحدس قوية جدا، فالفترة الأخيرة مش قاعد تشتغل على الإبداع، فحاول تسوي أي عمل فيه إبداع، لأنه راح ينمي عندك الطاقة الأنثوية الكونية أو الروحية، وبالتالي قوة عندك الحدس مرة أخرى زيادة، أو الاستبصار أو ما شابه ذلك. اسأل نفسك ما هو الإبداع الذي راح أسويه هذا الشهر وراح يساهم لي ويساهم للآخرين. خلال شهر واحد خليك مركز على الإبداع. رسالة شهر واحد لبرج القوس. برج القوس ممكن عندك مخاوف، ممكن عندك قلق، ممكن عندك توتر، ممكن عندك أفكار كلش هواية في راسك، فبليز شهر واحد خليك متواصل مع الملاك الرئيسي ميكائيل ورافائيل. ميكائيل مع رافائيل راح يساعدك في سحب كل هذه الطاقة السلبية الموجودة عندك اللي انت ممكن التقطتها من شخص آخر أو أشخاص آخرين، فتأثرت حالتك، تأثرت شاكراتك، تأثر تفكيرك وسلامك الداخلي. فلما أنت تكون مع الملاك الرئيسي ميكائيل ورافائيل متدرع بهم، وأطلب منهم أنه يسحبوا كل الطاقات السلبية أو طاقات الخوف أو طاقات القلق والتوتر الموجودة في جسمك، فخلال شهر واحد حتكون عالي العال وحتكون متدرع وفي سلام وفي توازن. فشهر واحد خليك مع الملاك الرئيسي ميكائيل ورافائيل. رسالة شهر واحد لبرج الجدي. برج الجدي الإجابة اللي أنت تبحث عنها موجودة في الكتاب. على ذلك حان الوقت في شهر واحد تبدأ أنك تأخذ دورات تدريبية أو تقرأ كتب أو تحضر حتى لو محاضرات مجانية على اليوتيوب. أنت شخص نابغة، أنت شخص ذكي، أنت شخص عندك طموح، لكن هذا الشيء أنت محتاج يعني تنمي قدراتك في قراءة الكتاب. ممكن تقول أنا ما عندي وقت، ما ألحق، على الأقل ورقة أو ورقتين خلال اليوم راح تخلص كثير من ولو جزء من الكتاب. المهم ما تبحث عنه تجده في الكتاب، الإجابة اللي تريدها تجدها في الكتاب. ما ينقصك هو قراءة الكتاب. حان الوقت للتطور أكثر وأكثر وأكثر من خلال الدورات التدريبية أو المحاضرات المجانية أو قراءة الكتب. شهر واحد خلي للثقافة والتعلم والتطور. برج الدلو. رسالة شهر واحد لبرج الدلو. أنت أصلاً معلم ومنك نتعلم، أنت شخص مبدع عندك إبداع، وبنفس الوقت
لما تيجي تعلم أحد على فد شيء الآخر راح يفهم منك. فرسالتك هي ممكن أنك تكون كمعلم روحي أو أنك معلم للآخرين. فخلال شهر واحد ركز على هذا الجانب، على التعليم والتطور. حاول أنك تحضر الدورات التدريبية، حاول أنك تحضر الندوات أو المحاضرات المجانية موجودة على اليوتيوب، أو تبدأ بقراءة الكتب اللي ينقصك. يعني أنت ممكن تسأل سؤال، شنو اللي ناقصني أو اللي حتى أني أتطور أكثر في مجال عملي أو ما شبه ذلك. اللي ينقصك أخذ الدورات التدريبية. ممكن أنت ما تعترف بالدورات لكن أنت جدا محتاجها. خلي شهر واحد تأخذ لك أي دورة في مجال عملك، اتبع شغفك، اتبع حدسك، اتبع إبداعك، لأنه جدا جدا راح يفيدك في مستقبلك القادم. الدورات، المحاضرات، الكتب. رسالة شهر واحد لبرج الحوت. لاحظ هذه الفتاة اللي قاعدة تزرع، فكأنما أنت راح تزرع فشي وراح تحصد النتائج هذا الشيء. فلكن الأهم خليك بوزيتيف، لا تطلع دراما الحوت يا حوت. فخليك مركز على الأفكار الإيجابية، على المشاعر الإيجابية. أي أفكار سلبية حررها إلى الله والملائكة، وانتبه إلى الحديث الداخلي السلبي أيضا. فكلماتك، أفكارك، هذه كلها تجذب عالمك وتجذب واقعك. تريد تجذب العالم اللي انت تريده، ركز على الكلمات الحلوة، الكلمات الإيجابية، الأفكار الإيجابية. ركز على شاكرا القاعدة أو شاكرا الجذر. حجر الياقوت هو ممتاز لك في هذه الفترة، في اللي يغذي ويقوي شاكرا الجذر. أو ممكن أنك تسوي تأمل وتتنفس اللون الأحمر اللي يقوي شاكرا الجذر عندك. المهم ركز على شاكرا الجذر وعلى أفكارك الإيجابية وكلماتك الحلوة، وابشر راح تحصد الشيء تريده.